اللي يتعامل مع السن دوت يبقى اسعد واحد في العالم. النهارده المباراه الثالثه هنبتاها ما بين مجموعه برشلونه يمتلكون من نقاط 3 نقاط، مجموعه ارسنال اتغلبوا المباراه الاولى صح يمتلكون من نقاط 0. كل الفرق النهارده الفايز بيلعب الخسران والخسران فاز على الفايز صح كده؟ صح. يلا يا ابني What?